تطور حدودي لافت تمثل بإبلاغ وزير الدفاع الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تزايد احتمال حدوث تصعيد عنيف على حدود لبنان، مشدداً على أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات على الحدود. يأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء أمس الاثنين. يعني لا التهديد سيوقف العمليات وسيوقف حركة المقاومة، ولا تنفيذ التهديد سيضعف المقاومة، بل سيزيدها عناداً وإصراراً وعزماً. وتترجم التوترات بالتصعيد الحاصل على الحدود من أحداث عديدة لم تبدأ بالخيمة التي نصبها الحزب في مزارع شبعة ولا تنتهي بالتمديد لليونيفيل. فكيف تقرأ الرسالة الإسرائيلية؟ وما هي الدوافع والظروف التي دفعت تل أبيب إلى الكشف عن مخاوفها للأمم المتحدة؟ الظرف الأول هو ما يجري الآن في أروقة الأمم المتحدة من مشاورات لتجديد للقوات اليونيفيل، وإسرائيل تريد أن ترتقي بهذه القوات من الفصل السادس إلى الفصل السابع وجعلها قوات قتالية تتصدى للشعب اللبناني وللمقاومة. الأمر الثاني يرتبط بالسجال الذي حصل قبل مدة بأن إسرائيل مستعدة لأن تحيد لبنان إلى العصر الحجري، ورد عليه الأمين العام لحزب الله بالقول وأن المقاومة تستطيع أن تعيد إسرائيل للعصر الحجري، وكانت صدمة إسرائيلية شغلت الأروقة السياسية والإعلامية الإسرائيلية. الظرف الثالث هو التهديد الذي أطلقه الإسرائيليون باستئناف عملية الاغتيالات على الأرض اللبنانية، اغتيالات تطال قيادات في المقاومة، وأيضا كان الرد القاطع أي عملية اغتيال تتم على الأرض اللبنانية بصرف النظر عن الشخص المستهدف فيها ستعطي الحق للمقاومة بأن ترد وبقوة وبعنف لا تعهده إسرائيل. صحيح أن إسرائيل تهدد بالتصعيد مع لبنان، ولكن هل فعلا هي جاهزة لتضع تهديداتها موضع التنفيذ؟ نحن نستبعد هذا الأمر، خاصة وأن ظروف إسرائيل الذاتية والظروف البيئية الإقليمية والقدرات الإسرائيلية في مواجهة قدرات المقاومة كلها تقودنا إلى نفي احتمال اندلاع حرب في جنوب لبنان. دائما ما يترك هامش واسع في التوقعات السياسية والعسكرية، ولكن ماذا لو ترك الأمر للمناورة وشنت إسرائيل الحرب على الحزب؟ المقاومة بلغت شأناً من القوة لم تبلغه طيلة حياتها منذ نشأتها، وهذه القوة متعددة العناوين، سواء في العنوان العديد أو عنوان الطاقات النارية أو القدرات الدفاعية أو القدرات الاقتحامية. لذلك أن أستطيع أن أطمئن في هذه النقطة بأن إسرائيل إذا ارتكبت الحماقة فإنها ستجني منها الخسران وترتد عليها ويلاً وثبوراً. في الوقت الذي يتحضر لبنان للدخول إلى عالم النفط من أوسع أبوابه، وبدأ التنقيب في البلوك رقم 9 ويبحث عن حلول لأزماته الاقتصادية والمالية والسياسية، تأتي الرسالة الإسرائيلية كشرارة لحرب نفسية كبيرة على اللبنانيين. فهل ستتحول إلى حرب عسكرية على الأرض؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.